سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم على بركة الله حندير لكم اون كيك بالديكور تاع صوص الذهبي اللامع. عندي خدمت لا جينواز الاسفنجية البنات، ذوق شوكولا وذوق مشماش كيما راكو تشوفوا. لا شونتي درتها تانيك بالاكستري تاع المشماش، بيان سور درت معجون المشماش درته معاكم البنات. نحتاجو شربات. حاجة الأولى البنات كالعادة لا جينواز تاعي نشمخوها مليح. أنا لا جينواز تاعي معروفة باللي مشربة بزاف، نشربوها كيما راكو تشوفو بشربات كالسكر زود كيسان ما. ندير كريمة الشانتيي بذوق المشماش، شوفوا البنات بطريقة جد سهلة، محبيتش ندير في لابوش. نمشيها كامل فوق سطح لا جينواز شوكولا، ندير كمية معتبرة. ابخي البنات نديرو معجون تاع المشمش، ولك الاختيار، لا درتي كو فخاز ديري خطيرة الفراولة، لا درتي كو بانان ديري خطيرة الموز اكسيتيرا. انا هاد لاباتيسري سبيسيال كو مشمش. نوزعها على سطح الشانتيي، نرفد لا جينواز قوم شماش نديرها فوقها، نضغط مليح كيما راكو تشوفو، نضغط باش الكريمة الزايدة تخرج في الجوانب. تانيك نفس الطريقة نشربها بالشربات. فوالا، نغلفها بالكريمة ذوق مشمش، نمشيها بالعقل على سطح الكيكة تاعي كيما راكو تشوفو، نغلفها ونليسيها. تشوفوا البنات هادو ما شريتهم، حبيت نوريه لكم دي سباتول صغار، مي يساعدوكم بزاف، يديروا 28 ميل، يساعدوكم بزاف باش تليسوا لا باتيسري تاعكم سورتو في الجوانب، ولا لا باتيسري على شكل قلب تساعدكم بزاف. شوفوا البنات اسباتول بزاف شابين هادوما، توجور نحب نوري لكم الادوات اللي نخدم بيهم، الادوات البسيطه باش اي مبتدئه تقدر تخدم بيهم. فوالا اني ليسي البنات، زيت ليسي السطح. شوفوا البنات راني نخلي لي تخي لي غوتوش هكا من الفوق بالعاني بسباتول، باسكو راح ندير فيهم ان ديكور بصوص الذهبي اللامع. كمل ليسيها كامل، وخاصة الحواف باش يجوا واقفين. شوفوا كشاني ندير هادوك لي تخي البنات، ابان نحط سباتول ونحفر في فوق لاكخام تاعي. فوالا بهادي بهاد ال هاد هما لاني نحفرهم، نديرو ان ديكور بصوص الذهبي. نقي طاولة العمل تاعي، هاهو صوص الذهبي اللامع اللي درت لكم فيديو البنات. نديرو في لابوش، تقدروا ديرو في مغرفة، مي بصح حبيت نسهل لكم الامور. نقطع طغر صغير في لابوش باش ما يغلبناش، ونبدا ندير على شكل دموع في الحواف الكيكة تاعي كيما درنا بالغناج وشوكولا في المناسبات اللي فاتوا. شوفوا البنات ديري تور لو تور. فوالا هذاك تبسي لي دور تاع لا باتيسري تاعك تاع الكيكه تساعدنا بزاف. جوست ديري اون غوت ومن بعد تحبط وحدها توسي الشكل. شوفوا البنات راني درتو تور لو تور. فوالا دوكا نسي نسقم الحواف بلا بوش، ندور كامل على القلب تاعي باش تاخد الشكل المناسب. شوفوا البنات دائما نقول لكم الكيكه جمالها في البساطه تاعها. شوفوا كاش جاو الحواف، جات عاليه ما شاء الله. نحكم درت دي فلور ماشي بعجينه السكر، دي فلور ارتيفيسيال، درتهم فوق لا 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 فوق لا باتيسري تاعي. شوفوا هاد الكيكه جات هكا صدفه هكذايا، خدمتها رابيدمون. نحكم
دوغي البنات اللامع، هادوك لي تخي نبدا نشكل فيهم بالبنسو ابان. شوفوا البنات ما نرسمش فوقها باش نواسي الخطوط. دوكا بلا بوش تاع صوص ذهبي لامع نجوز فوق هذوك لي تخي كيما راكو تشوفوا، جا على شكل رخامي ولا على شكل اغصان. فوالا هذا هو الشكل النهائي تاع الكيكه تاعنا بصوص الذهبي اللامع. ان شاء الله عجبكم الفيديو، ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وابوني للقناه ديالكم، وبكم استمر. ارجو منكم الدعم في القناه، فرحوني البنات كما كنت فرحوني في الفيسبوك. سلام البنات.